اهلا بيكم، معكم علاء من تيم راب سين ومعنا فيديو اخبار. اول حاجه الفيديو دوت هيكون 90% منه عن اخبار السين الخليجي، بس هنتكلم في الاول عن موضوعين بخصوص السين المصري. بس قبل ما نبدا في اي حاجه خلينا نستعرض تراك كده انجزلي لمؤمن ريحان. هنذكر كل الفلوس سمشت different day اطلع عندي البيت ولا انت رليت سيرها تيجي عندي ما تبص لهاش وهي في ايدي خليها معك ولعت في جيبي كل اللي بيحصل مش حقيقي ايه ده انا لوحدي قاعد في بيتي كنت مركز في الكلام ما ركزتش في اللي حصل تليفوني متساب ما شفتوش لما فاصل. وده كان تراك كده انجاز لي المؤمن ريحان. ولو تفتكروا ايام كاس الامم الافريقيه كان في فيديو معمول عن اعلانات اللي اتعملت للمنتخب وكان متقلده يعني الاعلانات ديت وطريقه الغنى فيها. فالفيديو دوت لو فاكرين وقتها كان بيغني فيه احمد بسيوني اليوتيوبر مع مؤمن ريحان، فهتلاقوني مثبت لينك التراك في اول كومنت تحت، روحوا اسمعوه واكتبوا رايكم هناك. ودلوقتي خلونا نروح لفقره الاخبار، وغالبا مش هيكون فيه غيرها اصلا لان الاخبار كتير جدا في الفيديو ده. خلينا نبدا بعفروتو اللي كان نزل 16 بار بالاسكندراني او 16 بار بالمصري مع برنامج ادرينالين، والتراك كان فيه كذا نكشه كده في شاهين، نقدر نقول ان كان فيه بارين او ثلاثه على شاهين. والبارات اللي كان رماها عفروتو كانت صريحه وما فيهاش مجال للشك، يعني كان فيه بار اللي هو بيقول للشاهين نط من الفراندا اصل عفرت وصل، وده كان طبعا على اسم تراك الفراندا اللي نزل بيه شاهين مع الفايف. وكمان كان في بار تاني عفروتو كان بيقول له هنا مش بنشرب عصير قصب، وده عشان تراك عصير قصب اللي نزله شاهين كمان من فتره. وكان في بار تاني عفروتو قال في ما معناه ان انت قديم وهتقع تتكسر، وده عشان شاهين قال في تراك البراندا ان انا اقدم واحد فيكم انا الانتيكا، فانتيكا وتقع تتكسر والكلام ده، فواضحه قوي. فخلينا نشوف البارات اللي احنا اتكلمنا عليها ونرجع تاني. مش هنشربك قصب هنا فيش رحمة خالص بس هنشرصك ما تنزلش الملعب هنرقصك قصبك عجلت سالة عطاك الكسار طالع السلم بالكتار نطيم الفراندا اصلي عفرت وصل تقع وانهي كاريرة كده انا خلص الناس من كل الجرار. ودي كانت البارات اللي عفروتو رماها على شاهين في تراك 16 بار. طبعا ديت مش اول مره عفروتو ينكش شاهين لان كان نكشه في تراك ناميجا لما قال له انت اللي عملت بعملها على جنب بعد كده عشان الريحه. نقفل دلوقتي على موضوع عفروتو ونروح لشاهين نفسه والراب جيم اللي بينه وبين ابيوسف. شاهين نزل تراك باسم صوت بجع، ودوت التراك نفسه الاسم جاي من البار اللي ابيوسف قالوا عليه في تراك عملتها اجمد لما قال له ان انت عامل فوكال لاين تراب وايله بخصيه البجعه. فشاهين خد الموضوع اللي هو خلاص بجع خلاص انا هنزل تراك واسميه صوت بجع. ومن ناحيه النكش فالتراك انا ما حسيتش ان فيه نكش كتير، بس هو كان الكلام مرسل شويه خاصه الكورس، يعني سيبوني عايزين مني ايه، الكلام ده كله كان مرسل ما بين بقى للرابرز اللي مثلا بيرموا عليه او مثلا للجمهور عامه اللي بينتقد ان هو راجع يقدم نيو سكول، فهو كان كلام مرسل. لكن كنكش اكتر حاجة يعني كانت صريحة وواضحة الحتة اللي هي كانت في اخر التراك لما كان بيلعب بعروسة لبنوكيو، فديت طبعا واضحة معروف ان ابيوسف بيستخدم نيك نيم بنوكيو كتير فواضحة قوي ديت، لكن غير كده ما كانش فيه حاجة واضحة. ممكن البار اللي هو كان بتاع المطافي ده ماشي قريب مثلا من الراب جيم بتاعت النار والكلام ده، بس لا. وده كان تراك صوت بجع وكان تراك ناجح جدا لشاهين، وده لانه وصل ترند 2 على اليوتيوب، وتقريبا ديت اول مرة شاهين يطلع ترند. كمان كان التراك لحد دلوقتي اصلا هو موجود في الترند، موجود ترند 12 بعد ما التراك مر عليه يومين وعمل حوالي 330 الف فيو. ودلوقتي خلونا نقفل على اخبار الراب المصري. وطبعا زي ما انتم عارفين موضوع السين الخليجي عامه اخر يومين كان كلاش وسلومو، وكان تحديدا الموقف اللي حصل من سلومو لما كانوا في بطوله بريف للام ام اي، وسلومو خد الميكروفون واتحدى كلاش قدام الكل ان هو يواجهه في الحلبه بعد ما يخف من اصابته. وبعدها حصل تعليقات من رابرز كتير كان اهمهم امير مشهور لانه اتكلم في حاجات كتير جدا بخصوص الموضوع، وهتلاقوا تفاصيل الموضوع كله من البدايه موجود في فيديو الاخبار رقم 57 على القناة. ودلوقتي خلينا نروح لتعليق كلاش على الموضوع. كلاش طلع واتكلم عن الموضوع ووضح الموضوع تم ازاي وايه اللي كانوا عايزينه يحصل في البطولة، وكلاش رفضه، لكن سلومو قبل الموضوع اللي هو اتعرض عليه من المنظمين في البطولة. وخلينا نروح نشوف. الشيخ فلان الفلاني يسلم عليك ويقول لك كذا كذا، هو موجود فوق ما ادري من الكلام هذا، ويقول لو في امكانيه بما انه انت رابر هنا ومعروف وفي رابر معروف من الكلام هذا انه احنا نعمل شو وتطلعوا الكيج كذا ونسوي
حركة حماسية بما أنه كذا يناسب الفاي يناسب جو الفايتات والكلام هذا. أنا قلت للرجال كلمتين، قلت له كلمتين: سمو الشيخ ومن ما حياهم الله في بلدهم منورين وضيوف، حتى ما هم ضيوف هم أهل الدار وكل شيء تمام، لكن طلب سمو الشيخ هذا أنا ما أرضى فيه لأنه أنا ما أحب أمثل، فاعتذر لي منه، أنا ما راح أطلع أسوي الفيلم هذا أبدا، ما حسوي منه حاول معي، قلت له نهائيا أنا ما حطلع أسوي هذا واعتذر لي من سمو الشيخ ماني طالع. فاللي فهمته منه أنه هذا خلاص، أنه الفكرة اللي كانوا يبغون يسوونها تكنسلت لأنه أصلا هي ما كانت ضمن مقررات الـ الـ لا تزعل، لا تزعل، الهرجة شو وأنا ما أبغى مشاكل، والهذا انطلب مني، قلت برضو أنا انطلب مني لكن أنا رفضت، أنت طلعت لكن عوافي، أنا ما ماني زعلان من الموضوع هذا، فعوافي يعني سوكي. الناس عارف ايش اللي صاير في الراب، اللي يتابعوا في الراب يعرف ايش اللي صاير في الراب، ويعرفوا مين الصادق ويعرفوا مين اللي يقول كلامه يطول، ويعرفوا الكلام ده. وده كان توضيح كلاش عن الموضوع، وان هو كان شو وكان مطلوب منهم هما الاثنين وكلاش رفضوا، وان سلومو يعني قبل بالشو دوت ومشي فيه. وكان في فيديو انتشر لسلومو وكلاش كان فيه مشادة كلامية في البطولة برضو، فخلينا نروح ليه ونرجع تاني. وده كان الفيديو المنتشر لمشادة كلامية بينهم بعد تصريح سلومو بانه حابب يواجه كلاش في الحلبة. ودلوقتي وانا بعمل الفيديو شفت ان سلومو نزل الفيديو اللي هو اتحدى فيه كلاش على القناة عنده على اليوتيوب، وكاتب كابشن: اذا متحمسين تشوفوا الواقع ضد الخيال ادعموا الفكرة. فواضح ان سلومو خلاص الفكرة حابب يطبقها بشكل جدي، فخلينا نشوف الموضوع هيوصل لحد فين. وبس ده كان اللي حصل في موضوع سلومو وكلاش لحد دلوقتي. خلونا بقى نقفل على الموضوع دوت ونرجع للاخبار اللي احنا كنا مرتبين ان احنا هننزلها، لان كان في اخبار كتير حصلت في المشهد الخليجي اخر اسبوعين وللاسف الوقت ما ساعدناش ان احنا نعرضها. فخلينا نبدا مثلا بكلاش والاسك اللي نزله على الانستجرام من حوالي 3 او 4 ايام، وكان الاسك دوت فيه اسئله مهمه كتير. كان في حد سال كلاش عن افضل سنه ليه في الراب، وكلاش ذكر مسيرته كلها. بعد كده في حد سال كلاش وقال له انتوا ليه بتتاخروا على ما تنزلوا الدسات، والدسات بتبقى بين السنه والتانيه. فكلاش رد عليه وقال له ان انا مش بحب التاخير خاصه في الدسات، لكن انا من بين كل الرابرز العيون عليا، وان بتجيلي استدعاءات ولخبطه بتحصل كل مره لكن في الاخر برد. بعد كده في حد سال كلاش وقال له ايه رايك في الراب المصري ومين من رابرز مصر بتسمع لهم. فكلاش رد عليه وقال له ان الراب المصري جيد حاليا وبيميل للتراب ميوزك اكتر من الراب، واللي بسمعه هناك حاليا وعلاقتي بيه حلوه هو مستر كوردي. بعد كده في حد سال كلاش وقال له هيكون في دسات تانيه، وكلاش رد عليه وقال له ان ده جزء ما ينفعش يتجزأ من الراب، وان اللي حاصل لحد دلوقتي في المشهد السعودي تفرعات من مشكله حصلت من 2015، وهي على وشك ان احنا خلاص نصفيها راس براس بعد ما كانوا 10 ضد 1. بعد كده في حد سأل كلاش وقال له انت بتعتبر ان البار اللي فيه معنى خفي تقدر تصنفه كبانش لاين ولا بس بيكون بار جارح؟ فكلاش رد عليه وقال له ان البارات اللي بتتقال حاجة واللي بيتفهم معناها حاجة تانية تعتبر بانش لاين حسب الموقف والاحداث، وان مش شرط الكلام الجارح يكون هو البانش لاين، لان في كتير كلام جارح بيكون مجرد كلام وممكن يكون الكلام الجارح دوت بيضعف الدس. بعد كده في حد سأله عن البيف بين نيك كانون وامينيم، فكلاش رد عليه وقال له ان دسات نيك كانون كلها ضعيفة وهو اساسا مش رابر، والافضل ان امينيم ما يردش عليه. بعد كده في حد سال كلاش لو خصمك رد بترد عليه بمده قصيره ولا هتاخد وقتك؟ فكلاش رد عليه وقال له هتشوف وتسمع وقتها. بعد كده في حد سال كلاش وقال له ايه رايك في نيو سكول مصر وويجز وابيوسف وبابلو والمزيكا الجديده خاصه انها بدات تنتشر في السعوديه؟ فكلاش رد عليه وقال له ان نوع المزيكا اللي بيقدموها سواء ويجز وابيوسف وبابلو بيحبوه الاجيال الجديده وعندهم يعني ناس كتير بتسمعهم، وقال ان هو مش مع او ضد النوع ده من المزيكا لكن هو بيفضل الاولد سكول. بعد كده في حد سأله قال له في امل ان احنا نشوف تراك يجمع بينك انت وشيبوبة؟ فكلاش جاوب عليه وقال له لا، لان لو حصل هغطي عليه في التراك وهيزعل. بعد كده في حد سأل كلاش عن مشاريعه اللي هو بيحاول يحققها في الراب على المدى البعيد، فكلاش رد عليه وقال له انا موجود في الراب لاني بحب الراب وبحب اكتب وبحب بلقي، وما فكرتش في يوم اني هكون معروف وان الموضوع جه معايا بالصدفه، وانا ما عنديش مشروع وساب الدنيا زي ما تيجي تيجي. بعد كده اتسأل ايه اكتر بلد عربي بيشوفه
ومدي الراب أهمية ومساحة من وجهة نظره، وكلاش جو بين تونس والمغرب. بعد كده في حد سأل كلاش لو خصم اعتذر هل بيقبل اعتذاره، فكلاش رد عليه وقال له ان الموضوع مش موضوع اعتذر لي او انا اعتذرت له، لان احنا مش صغيرين وان انا بالتحديد مش صغير عشان يكون ده نظامي وان الموضوع مبدأ. بعد كده في حد سأل كلاش قال له انت ازاي مقتنع ان الارض مسطحة او ازاي اقتنعت بده، فكلاش رد عليه وقال له ان انا من 2017 بؤمن بالكلام دوت، وان احد الاصدقاء سألني وجاوبت انها كروية وبعدها عارضني وقدم ادلته وضحكت عليها في البداية، وقال ان هو بحث في الموضوع اكتر ولقى ان في تناقض حوالين ان الارض كروية، وقال ان بعدها بفترة بدأت تظهر برامج بتتكلم عن ان الارض مسطحة، وعرف ان هو يعني مش لوحده اللي في دماغه الفكرة دي. بعد كده برضو في حد سأله قال الارض مسطحة ولا كروية، وكلاش قال له ان هي مسطحة ثابتة مش بتدور، والكلام ده عن قناعة وإيمان وكلام جد جدا. بعد كده في حد سأل كلاش عن اسم تراك مصري عجبه، وكلاش رد عليه وقال له ان انا مش عارف اسامي الاعمال، لكن عندك ام سي امين شغله حلو، وبيوسف سمعت ليه كذا تراك حلو، وكوردي برضو شغل الاولد سكول بتاعه حلو. اوكي دي كانت تصريحات كلاش اخر فترة. دلوقتي نروح لتصريحات سلومو. سلومو كان نازل بوست على الانستجرام وضح ان في عمل جديد قريب وتصريحات جديدة هتكون في 2020، وكان من الهاشتاجات اللي استخدمها سلومو واضح ان العمل اللي جاي ده هيكون يا اما فيه نكش يا اما هيكون ديس صريح، لان الهاشتاجات اللي كان مستخدمها سلومو كانت هاشتاجات خلاص عد عليها وقت، زي هاشتاج ملك الراب السعودي وهاشتاج هروج سلومو والكلام ده كله، فواضح ان سلومو كده هينزل بديس قريب، خاصة مع الاحداث اللي حصلت واتكلمنا عليها اخر يومين، وخاصة ان سلومو رفع الفيديو زي ما قلتلكم على القناة عنده وقال ان هو يعني واخد الموضوع جد وعايز التحدي. وخبر تاني برضك على السريع، كلاش هيصور مع برنامج ادرينالين مقابلة قريب، وهيصور معهم تقريبا تراك 16 بار، فشغل كويس جدا من برنامج ادرينالين الفترة الاخيرة. عملوا 16 بار مع باتستوتا وعملوا 16 بار مع فروتو، وتالت واحد من السين المصري والسعودي هيكون كلاش. ودلوقتي خلونا نروح لتو فيتش من جروب الكادات العليا اللي كانت سأل في اسك على الانستجرام، وكان في حد سأله ليه انفصلوا راندر وليونج عن قناة الجروب، فتو فيتش رد عليه وقال له لان عندهم اعمال حرة الفترة الجاية وكل واحد ومعه مستقبل، وقال ان في عمل هيجمع الجروب الفترة الجاية. وبخصوص الكادات العليا نروح لليونج اللي كان نزل فيديو على الانستجرام، خلينا نروح نشوفه ونرجع تاني. لا تقارني بيهم سيلف ميد تايبي، ابحر في الموسيقى وهم يغوصوا بفايبي، متقدم عنهم فيس تايم ختمت سكايبي، صاكهين اللي بالمليون يشوفوا سايبي. لا تقارني بيهم نبا، لا تقارني بيهم نبا، لا تقارني بيهم سيلف ميد تايبي. ده فيديو كان منزله اليونج بعد موضوع سلومو وكلاش بساعات، فمش عارف اذا كان الموضوع ريليتد شوية بيه ولا نزل كده. بس دي كانت المواضيع اللي معانا النهاردة. ما تنساش تشترك في القناة لو مش مشترك فيها، ما تنساش تعمل لايك لان ده بيساعد جدا في انتشار الفيديوز، وما تنساش تشارك القناة لأي حد من صحابك مهتم بالراب سين عشان نوسع دائرتنا اكتر.